أخي صابر الحلوي هو مات نتيجة إهمال الدولة، لا للقضية ولا للناس اللي كانوا الفوق، ما اعتبروهمش حتى واحد مدوى معانا. وحتى فاش دوينا مع بسيمة الحقاوي وقلنا ليها راكي دخلتي لهاد الوزارة على روح، قالت لينا ما غتخلعونيش، والنضالات ديالكم نضالات فوضوية، وهاد الناس اللي دخلوا ولا الناس اللي كاينين لتحت هما ناس فوضويين، واللي بغى يموت يموت، وانا ماشي شغلي، انا مرأة حديدية وما تخلعني ما يخلعني تا واحد. هاد السيدة هادي جا الوقت فوقاش خاصها تتحاكم، خاصة تتحمل المسؤولية ديالها نتيجة التعنت ديالها والجبارات والتكبر ديالها، باش أنها كدوز قدام الناس هنا بسياراتها الفخمة وكتلقى العشرات من المكفوفين، المئات من المكفوفين هنا مليوحين في الشارع والفوق ناس الآن كيعيشوا واحد المأساة كارثية، لا قبل ولا من بعد ما مات الأخ ديالهم. راه الشهيد ديالنا صابر الحلوي راه ما طاحش من فوق الحافة للأرض، هو طاح داخل الوزارة وطاح من الضوايا نتيجة الإهمال ديال الوزارة والإهمال ديال الداخلية، اللي ما قدر حتى واحد فيهم يتحمل المسؤولية لا ديال الإخوان اللي فوق ولا ديال الملف ديالنا. هاد السيد راه ما انتحرش، هاد السيد راه ما انتحرش، باش تعرفوا انني تنقول لكم الحقيقه، هاد السيد راه ما انتحرش، هاد السيد راه مات نتيجه الاهمال. تيقولوا لينا اللي بغى يوقع لكم شي حاجه توقع لكم، ما على بالناس في هاد البلد ما كاينش شي واحد كيتحمل المسؤولية بالشكل اللي خاصو يكون، ما كايناش محاسبة. تصور حنا في 2018 والمغرب كان من بين الدول الموقعة على المواثق والاتفاقيات، شوف شنو كيوقع للشخص الكافي. حنا ما كنطالبو والو، كنطالبو بوظيفة، فإذا بينا كنخسرو في كل وقيته كنطالبوا بالوظيفه ديالنا، الدوله كتوصلنا لاننا كنخسروا احد الاخوان ديالنا.